شبه، قلت لك مش بصدرك ولا بكتفك يا ريان، دي تاني مرة تعملها، والتحدي ده والجولة دي بالذات احنا عدناها مرة تانية عشان الفريق قال غش. معاقب، النقطة تروح لمنصور. مكانه. منصور كان كتير قوي، بعدين هو فازني بالجولة الأولى لأن الجولة الأولى قدر يغلبني، ما استعدت كتير منيح. بالجولة الثانية قدر يغلبني لأنه إيدي ضربت بالعصاية فوقعت، فكانت كتير قريبة تضرب راسي فضربت إيدي. والمسابقة الثالثة بالجولة الثالثة أنا ما قدرت لأنه كتفي خبط بالهاي بالغلط، فصار قالت إنه هاي مش محسوبة.